أتمنى تكونوا بخير جميعا. بإذن الله إن شاء الله هنبدأ في الفيديو ده نشتغل على شيت 3 في الجاز دايناميكس. شيت 3 الحقيقة بينقسم لثلاث أجزاء، في جزء خاص بالفان فلو، تمام؟ ده الجزء الأولاني في غالب مسألة من 1 لـ10. الجزء الثاني من الشيت هو ايزوثيرمال فلو، ده من 11 لـ18، وآخر جزء خالص هو الريلي فلو، ده من 19 لحد 29. خلينا هنبدأ مع بعض إن شاء الله. فانو فلو، هندي بريف سريع كده عن الموضوع، وبعد كده نبدأ نحل المسائل المهمة في الجزء الخاص بفانو، وهنكمل برضو بنفس الطريقة في الايزوثيرمال وفي الريلي فلو. نبدأ نروح للشرح البسيط لفانو فلو. أول حاجة طبعا محتاجين إن احنا نبقى عارفينها، إنه 3 أنواع من الفلو اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي، ده فلو في كونستانت اريا داكت، يعني مش الدكتات اللي كانت كونفيرجنج دايفيرجنج زي ما احنا كنا شايفين قبل كده، لا دي كلها كونستانت اريا، الاريا بتاعتها ثابتة. في بعض كل فلو من دول ليه خصائص معينة. هبدأ بالفانو فلو. الفانو فلو هو الفلو بيتعامل مع ادياباتيك بروسس، وبيتعامل مع فريكشن فلو. طبعا خلينا نفكر مع بعض في بعض الاحتمالات، خلينا بس ارشطه بالحته دي، هي دي فراكشن فلو مش فراكشن ليس، لا فراكشن فلو. عندي طبعا بالنسبه لي كونستنت اريا داكت في احتمالين للفلو، في احتمال ان يكون اللي داخل الداكت ساب سونيك، وفي احتمال اللي يكون داخل الداكت سوبر سونيك. كل احتمال من دول البيهيفير بتاع الفلو هياخد شكل مختلف. خلينا نبدا نفكر مع بعض كده، نشوف ايه اللي هيحصل مثلا في حالة ان الفلو داخل سابسونيك، وايه اللي ممكن يحصل في حالة ان الفلو داخل سوبرسونيك. مبدئيا طالما في فراكشن بالنسبة للايه للدكت، في فراكشن في الدكت، فراكشن في الدكت بالنسبة للسابسونيك فلو بيسرع الفلو، بيأكسلريت الفلو. طبعا وجود الفراكشن بيضعف من التوتال بريشر، هنبص نلاقي ان التوتال بريشر عمال يقل طول ما احنا ماشيين، لكن الفيلوسيتي او الماخ نمبر هتفضل تزيد. ماكسيمم ماخ نمبر اللي احنا ممكن نوصل لها هي ماخ نمبر بواحد، ده في حاله ان لو كان داخل الايه الدكت سب سونيك فلو، ماخ نمبر عند نقطه واحد، نقطه الدخول اقل من واحد، دي الحاله اللي انا بتكلم عنها. يبقى اللينس بتاع الدكت طول ما انا ماشي الماخ نمبر عمال ايه عمال يزيد. طيب اللوكيشن بقى اللي عنده الماخ نمبر يبقى بواحد احنا بنسميه ايه؟ بنسميه ستار، وده ده ايه؟ ده احنا خلاص متعرف عليه من كل الايه الشتات اللي فاتت، احنا بنسمي الكريتيكال كونديشن عنده ماخ نمبر واحد بستار. طيب طول الدكت اللي احنا محتاجينه عشان الفلو يتحرك من نقطة واحد الماخ نمبر بتاعها لحد لما يوصل نقطة ستار اللي هو الماخ نمبر عندها بواحد، ده هنسميه الستار واحد، تمام؟ طيب هل لازم يكون طول الدكت بيساوي الستار واحد؟ الحقيقة دي ليها كذا احتمال هنتكلم فيه. ماشي خلينا نكمل الديفينيشن. طب لو انا عندي نقطه 2 ما وصلتش للستار، يبقى المسافه بين نقطه 2 لحد نقطه الستار هنديها رمز الستار 2. في الحاله الرسمه اللي احنا راسمينها دي الفرق ما بين الستار 1 الكبير الستار 1 2 هو طول الضغط الحقيقي اللي موجود. طيب خلينا بقى نشوف الاحتمالات اللي ممكن تحصل بالنسبه للسبسونيك فلو. خلينا نمسك الاحتمال الاولاني. الاحتمال الاولاني لو طول الضغط اقل من ال ستار 1، في الحاله دي انه ماخ 2 لسه ما وصلتش لحد 1، وبالتالي الفلو هيكمل سبسونيك. طيب الاحتمال الثاني لو انا طول الضغط وصلت لل ستار 1، يبقى اللي خارج ماخ نمبر بواحد، يبقى ساعتها الفلو بتاعنا بنسميه شوكد فلو، واللي عنده الماكسيمم ماس فلو ريت. طب الاحتمال الثالث ان طول الضغط ازوده عن ال ستار 1. لازم نبقى متفقين ان الكونستنت اريا داكت ما بتحولش الفلو من السبسونيك للسوبر سونيك. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه ال ستار واحد هتتغير. يعني ايه هتتغير؟ يعني طول الضغط الجديد ان احنا خلينا اكبر من ال ستار واحد القديمه، هيبقى هو ال ستار واحد الجديد، وهيخلي الخارج برضه خارج سونيك من 2 بواحد، بس هيحصل شويه تغييرات في الفلو. ايه اللي هيتغير؟ رقم واحد اللي هيتغير هو الماخ نمبر، لان طالما بقى عندي لينس جديد للدكتور هيوصلني لحد ماخ نمبر بواحد، هيبقى في نتيجة القصة دي ماخ واحد جديدة خالص كانت مختلفة، هتختلف عن القيمة القديمة دي، هنديها سامبل ام واحد نيو، ام واحد نيو، تمام؟ لكن في بعض الحاجات هتفضل ثابتة، زيادة طول الضغط مش هتغير حاجة خالص في الايه التوتال كونديشنز، يبقى انا لازم اخد بالي انه التوتال كونديشنز هتفضل ثابته اللي هي البي نود واحد والبي نود واحد. طيب تغير المخ نمبر عند الدخول هيعمل ايه؟ هيغير لي في البي واحد والتي واحد، يبقى هيغير الايه الانلت ستاتيك كونديشن.
يبقى ده اللي هيحصل في حالة إن أنا طول الباك زودته عن الستار واحد القديمة. طيب التلات احتمالات دول بالنسبة للسبسونيك فلو شكلهم إزاي على الفيز دايجرام؟ أولا أنا برسم حاجة اسمها فانو لاين، يعني البروسيس في الحالة دي ادياباتيك اتراكشن بتمشي على حاجة اسمها فانو لاين. تمام، الفانو لاين ده هو بيبدأ من عند فوق، ادي الستار اهو، ده اللوكيشن اللي عنده المخ نمبر بواحد. اي نقطه فوق الستار هي سب سونيك، واي نقطه تحت الستار هي سوبر سونيك. طيب الاحتمال الاولاني لو كانت طول الباك اقل من الستار واحد، يبقى نقطه واحد اهي هيمشي فلو لحد نقطه اثنين، ما يكونش لسه وصل لحد الستار، يبقى مخ اثنين ساعتها ايه اقل من واحد. بس ناخد بالنا انه التوتال تمبتشر بتفضل ثابته على طول الباك، واللي احنا كأننا كاتبها فوق هنا اهو. يعني ايه التوتال تمبرتشر ثابته؟ يعني مفيش تغير في التوتال تمبرتشر نتيجه ان الفلو اديباتيك، يعني مفيش هيت ترانسفير. يبقى ناخد بالنا ايه الكونديشنز اللي بتبقى ثابته وايه الكونديشنز اللي متغيره. يبقى انا عندي فانو فلو التوتال تمبرتشر هو اللي ثابت، لكن ما ينفعش اقول ان التوتال بريشر ثابت لان في فراكشن لوس. ده خطوط الايه؟ التوتال بريشر. ده كده التوتال بريشر عند واحد، وده كده الخط بتاع التوتال بريشر عند نقطه ايه؟ عند نقطة اتنين. نبص نلاقي ان خطين مش متساويين نتيجة الفريكشن. يبقى ده شكل الفانو فلو عند البروسيس الأولانية لو حالة طول الداكت قال ال ستار واحد. طب افرض بقى انه طول الداكت بتساوي ال ستار واحد، هيبقى شكل الفانو لاين نقطة رقم اتنين، ادى فلو لحد واحد ويكمل لحد لما اتنين توصل للستار كونديشنز. يبقى هو ده شكل الفانو فلو او فانو لاين في حاله انه ال بتساوي ال ستار واحد. طيب الاحتمال الثالث ان طول الضغط يعدي، اكيد بقى مش هينفع نشتغل على نفس الفانو لاين. تمام، الفانو لاين هيتغير، ده الفانو لاين القديم اللي هو السوليد لاين، هيبقى في واحد تاني دوتد جنبه. تمام، ونقطه واحد هتختلف، نقطه واحد هتبقى ايه درجه الحراره بتاعتها هتبقى مختلفه شويه وعن الاي تي واحد القديمه. لكن في نقطه ما ننساهاش، انه التو لاينز التوتال كونديشن عند الدخول يعني نقطه واحد دي ثابته زي ما هي ما اتغيرتش. دي ناخد بالنا منها بالنسبه للايه؟ بالنسبه للفانو لاين في حاله انه ال ال اكبر من ال ستار واحد. يبقى باختصار السبسونيك فلو في ثلاث احتمالات، طول الدكت اقل من ال ستار واحد يبقى لسه ما وصلتش مخ نمبر بواحد، طول الدكت هو ال ستار واحد يبقى وصلت لمخ نمبر بواحد، الفلو في حاله دي بتشاكده يبقى انا وصلت للماكسيمم في الوريت اللي ممكن يمشي في الدكت. طيب الاحتمال الثالث ان طول الدكت يبقى اكبر من ال ستار واحد، يعني زود طول الدكت بقى معناه ان احنا زودنا طول الدكت، معناه زودنا المسار اللي فيه فريكشن. يعني تخيل انا زودت طول الدكت اهو عن ال ستار واحد، فالفلو ده هيمشي مسار اطول، فالطبيعي الطبيعي انه يغير الفلوريت، او الفلوريت هيحصل فيه دروب نتيجه زياده طول المسار. يبقى باختصار لما نيجي واحنا بنحسب، لو انا زودت طول الدكت زياده عن ال ستار واحد، المتوقع ان الماس فلوريت اللي هتتحسب الجديده طبقا للمخ نمبر الجديده مع التغير اللي هيحصل في الانلت ستاتيك كونديشنز هيدينا اكيد فلوريت اقل، ده منطقي. لكن لو انا كل ما بقلل طول الدكت بس بشرط ان انا قدرت اوصل للتشوكينج او قدرت اوصل لمخ نمبر واحد، يبقى الام دوت ماكسيمم هي دي اللي انا بوصل لها. تمام، فدي ناخد بالنا منها. طيب الحاجه الثانيه ان لو انا داخل الدكت سوبر سونيك، طب لو داخل سوبر سونيك ايه اللي بيحصل؟ الفراكشن الحقيقه بيديسيلريت الفلو، يعني كل ما يحصل فريكشن، ادي بقى الفانو لاين اهو، احنا قلنا فوق الايه، فوق الستار سابسونيك، وتحت الايه الستار سوبر، اللي فوق سوبر سب واللي تحت سوبر سونيك. تمام، طيب بص نلاقي بقى، بص نلاقي انه في ثلاث احتمالات، لو طول الدكت اقل يبقى انا لسه ما وصلتش رقم نمبر واحد، الفلو بتاعي مكمل سوبر سونيك، يبقى دي واحد واثنين واثنين لسه ما وصلتش للستار. الاحتمال الثاني ان طول الدكت هو الستار، يبقى الماك نمبر وصل واحد، الفلو تشوكت ماكسيمم فلوريد، وادي نقطه واحد وادي نقطه ستار. لو طول الدكت زاد عن ال ستار واحد بيحصل لنا هنا نورمال شوك ويف، بيحصل ايه؟ نورمال شوك ويف، والحاله دي هيحصل نورمال شوك ويف ويكمل الفلو لحد ما يوصل للايه؟ للسونيك كونديشنز. يعني انا طول الدكت اهو زودت طول الدكت زياده عن اللزوم، هيحصل نورمال شوك ويف في الدكت، وينطبق عليها المعادلات بتاعه النورمال شوك ويف في الداتا شيت بتاعتنا، او اللي احنا استخدمناها في الكونفرجنج دايفرجنج ايه نوزل، والاكزيت كونديشنز في الاخر بتطلع بواحد عادي جدا بعد ما حطيت النورمال شوك ويف. يبقى ناخد بالنا من الايه؟ من الثلاث احتمالات للسوبر سونيك انلت. يبقى ده كده الجزء ده باختصار بيلخص الاحتمالات بتاعه الفانو فلو. طيب نبدا نحل المساله عشان ايه نفهم الموضوع بشكل افضل. نبدا مساله 2a، اقرا مساله كده نركز فيها مع بعض. هنا ايه؟ اير، يبقى انا محدد الفلو
عنده 320 و3 بار is drawn steadily through a fractionless adiabatic converging nozzle. تمام. كان عندي اير تمام بيدينا الكونديشنز بتاعته is drawn steadily through a fractionless adiabatic converging nozzle into an adiabatic constant area duct. يبقى قبل الكونستنت اريا كان في converging nozzle، البروسيس كانت في ايزنتروبيك لانه كان الفلو فراكشنلس وكان adiabatic كمان. الدكت بيدينا طول الدكت، بيدينا الانسايد دايمتر بتاع الدكت، بيدينا الافريج فراكشن فاكتور فور ذا دكت 0.02. متطلب مننا عايز يعرف الماكسيمم فلو ريت ثرو ذا دكت. For this maximum flow rate, عايز يعرف كمان determine the value of static pressure, temperature, stagnation temperature, stagnation pressure, velocity عند ال inlet وال exit section من الدكت. ونرسم ال TS diagram. وفي بعض الأسئلة اللي هو سألها، بس خلينا الأول نبدأ حاجة حاجة. نروح الأول على الحل ونشوف كده ال given data طلعناها إزاي. أول حاجة أنا دلوقتي عندي أدي converging nozzle الأول converging duct وبعد كده constant air. نقطة واحد دي total conditions عند الدخول، ونقطة اتنين دي اللي خارج من ال converging duct وبدأ يخش على ال constant area duct. لازم أخد بالي من حاجة إنه ال process هنا كانت isentropic من واحد لاتنين، وبالتالي طالما من واحد لاتنين isentropic يبقى total conditions على ال converging nozzle constant، يعني بي نود واحد بتساوي بي نود اتنين وتي نود واحد بتساوي تي نود اتنين. ده دي ناخد بالنا منها. طيب من اتنين لتلاتة، من 2 ل 3 طالما هو قال ادياباتيك مع فراكشن يبقى ده فانو فلو. يبقى من نقطه 2 لنقطه 3 التوتال بريشر بيختلف لكن التوتال تمبرتشر متساويه. يعني اقدر اقول انه التي نود 2 بتساوي، ما ننساش الحاجات دي مهمه جدا في بدايه المساله، نرتب الكلام ده عشان نبقى احنا فاهمين ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. تمام. طيب ده كده ده كده من قرايه المساله والجيفن بتاع الايه بتاع المساله. بيدينا طول الدكت 3 متر والقطر بتاع الدكت 0.1 متر والفراكشن فاكتور 0.2. طيب الريكوايرد بتاع المساله ام دوت ماكسيمم، وعايز كل الكونديشنز عند 2 وعند 3. طيب ام دوت ماكسيمم تحصل امتى في الدكت؟ في حاله انه اللي خارج خارج مخ نمبر 1. يعني ايه مخ نمبر 1؟ يعني شوك شوك فلو. طيب يبقى مبدئيا عشان يحصل الام دوت ماكسيمم دي يبقى لازم مخ 3 تكون بواحد. طب يعني ايه مخ 3 تكون بواحد؟ معناها في الحاله دي ان طول الدكت هو ال ستار. انهي ال ستار؟ 2. يبقى ده ال ستار اللي الفلو محتاجه عشان يبدا من نقطه 2 لحد لما يوصل لمخ نمبر بكام؟ لحد لما يوصل لمخ نمبر بواحد. عشان كده هنا كتبت انه ال 3 متر اللي هو طول الدكت هو بالنسبه لي ال ستار 2، واروح لمعادلات الداتا شيت بتاعت الفلو فلو. نروح بقى للداتا شيت كده ونبص عليها مع بعض شويه نفهم المعادلات الايه اللي موجوده في الداتا شيت وشكلها عامل ازاي ونستخدمها ازاي. طيب ادي معادلات الفانو فلو. اول معادله خالص هي معادله الفراكشن فاكتور مضروب في ال ستار على الدايمتر فانكشن في ماخ نمبر. طب انهي ال ستار وانهي ماخ نمبر؟ زي ما انت عايز. يعني انا عندي دكت بالشكل ده، عندي دكت بالشكل ده، ده نقطه واحد ودي نقطه ايه؟ نقطه اتنين. نقطه ستار في مكان بقى بعيد هنا اهو، نقطه ستار اهي. يبقى الطول ده من اتنين لحد الستار هي دي بنسميها ال ستار اتنين، والطول من نقطة واحد لحد الستار دي هنسميها الستار واحد. طيب يعني انا لو جيت هنا في المعادلة حطيت مخ واحد هيديني الستار واحد اللي موجودة هنا دي، لو جيت في المعادلة حطيت مخ عند نقطة اتنين هيديني الستار اتنين اللي موجودة في الرسمة هنا. تمام. يبقى دايما الستار دي من اللوكيشن اللي عند المخ نمبر بتاعه في المعادلة. طيب افرض مثلا ان انا عندي طول الدكت، مش ده الفرق ما بين الاثنين اللي هو ال ستار 1 وال ستار 2؟ ما انا ممكن اقول انه اف ال ستار 1 ناقص اف ال ستار 2 على الدايمتر هو الفراكشن فاكتور في دلتا ال اللي هو طول الدكت، وده طبيعي ما فيهاش اي حاجه مختلفه. طيب المعادلات اللي بعد كده، معادله بتجيب لنا تي على تي ستار، التي عند اي لوكيشن نحسب عنده الماكس نمبر بتاعه هنجيب التي ستار، التمبشر اللي عند الماكس نمبر بواحد استاتيك، والبي على بي ستار فانكشن في الماكس نمبر. يعني لو حطيت بي 1 يبقى دي لازم تكون ماخ 1، لو حطيت بي 2 يبقى دي لازم تكون ماخ 2 عشان نحسب بي ستار. نفس الكلام الدينسي على الدينسي، ونفس الكلام التوتال بريشر على التوتال بريشر بتاع الستار. يبقى دي المعادلات بتاعه الايه؟ التانو فلو. معادله بسيطه وان شاء الله تبقى الدنيا سهله. طيب تعالوا نشوف المساله كام مساله. طيب عايزين بقى نحسب الكونديشنز دي كلها عند 2 و3. اول حاجه محتاجين زي ما احنا متفقين
نحسب مخ 2. طب نحسبها ازاي؟ اروح للمعادله بتاعه الايه، الاف ال ستار على الدايمتر، انهي ال ستار؟ ال ستار 2. واني مخ نمبر؟ مخ نمبر عن نقطه 2. هنبص نلاقي ان عندي الفيكشن فاكتور ال ستار 2 هي طول الدكت عشان اوصل اصلا لمخ نمبر بواحد عند الاكزيت، يبقى عندي معادله في مجهول واحد هي مخ 2. دي بقى تتحل عن طريق يا اما ترايل اند ايرور، يا اما تتكتب على الكالكليتور وشفت سولف هتجيب قيمه مخ عن نقطه 2. يبقى انا اول حاجه جبتها مخ 2. طيب ايه اللي ممكن بعد كده يفيدني؟ وانس انا جبت مخ 2 الموضوع هيبقى اسهل كتير عن نقطه 2، لان انا عندي التوتال كونديشنز عند واحد هي هي التوتال كونديشنز عند 2، فاقدر ببساطه شديده جدا اجيب البي 2 والتي 2 بمعادلات التوتال والستاتيك كونديشنز بتاعت البريشر بتاعت التمبرش. دي سهله قوي ما فيهاش مشكله. عايز احسب فيلوسيتي، معايا المخ ومعايا تي 2، جبت فيلوسيتي. بعد كده اروح للنقطه الثلاثه، يبقى انا كده جبت كل الكونديشنز عند 2. طيب عايز اجيب الكونديشنز عند 3، لازم ابقى واخد بالي ان في حاجات معايا ثابته، اللي هي مين؟ التي نود 2 بتساوي تي نود 3، والمخ 3 بتساوي 1. يبقى انا هنا عندي المخ 3 بتساوي 1 والتوتال تمبرتشر ثابته، يبقى انا اقول تي نود 3 على تي 3 فانكشن مخ 3 جبت تي 3. يبقى انا كده قدرت اجيب الايه؟ قدرت اجيب التي 3. طيب عايز اجيب البي 3، البي 3 لازم ابقى عارف ان نقطه 3 هي هي نفسها نقطه مين؟ نقطه الستار، عشان انت وصلت للمخ نمبر واحد، لان هو ده الكونديشنز اللي عندها الماكسيمم فلو ريت. وبالتالي اروح على طول لمعادلات الفانو فلو من الداتا شيت اللي تربط البريشر في اي نقطه بالنسبه للستار. طب اختار اي نقطه بناء عليه؟ بناء على المعلومات، انا عندي نقطه 2 معايا مخ نمبر، فمن المنطقي ان انا اقول ان البي 2 هي اللي على البي ستار فانكشن في مخ 2، وبالتالي اجيب البي 3. ما فيهاش مشكله ان هي هي زي ان هي هي نفسها البي ستار. وفي برضو معادله تانيه بتاعه التي على البي ستار، حط تي 2 والمخ 2 هجيب التي ستار هي هي نفسها تي 3. وده شكل البروسيس على التي اس دايجرام. ادي البروسيس بتاعتي من 2 اتحركت الفلو من 2 رايح لحد 3، و3 هي الستار، التي نود ثابته، البي نود هي مالها؟ هي المتغير. ده كده حل مساله رقم 2 بس جزء ايه. هو في سال سؤال، هل في الحاله ان انا اوصل للتشوكينج فلو هل اقدر اوصل، عشان اوصل لمخ نمبر بواحد هنا، نوصل مخ نمبر واحد، هل في احتماليه ان مخ 2 تبقى بواحد؟ مستحيل، لان انت عشان تكمل لحد للتشوكينج فلو لازم تبدا سبسونيك، عشان الفراكشن زي ما اتفقنا بالنسبه للسبسونيك فلو بيأكسلريت الفلو. وفي نفس الوقت مفيش احتماليه ان انت تكون داخل سوبر سونيك، لان انت اصلا ده في كونفرجنج داكت بس، مش مثلا عندك كونفرجنج دايفرجن فيقلبك سوبر سونيك، لا الكلام ده مش ايه، مش هيحصل. انت عندك هنا سبسونيك فلو، السبسونيك فلو هيكمل سبسونيك فلو عشان يوصل للماكسيمم مخ نمبر وهو واحد عن نقطة 3. طيب ما هو بقى سأل سؤال، انا لو انا عايز ازود الفلو ريت مع تثبيت التوتال انلت كونديشن، لو عايز ازود الفلو ريت ممكن نقلل طول الدكت، ولو طول الدكت ده قل مع الحفاظ على ان اللي خارج يكون خارج مخ نمبر بواحد، هتبص تلاقي انه هتعيد الحزه بتاعتك بس بال ستار جديده، ال ستار جديده هيكون هو الايه؟ طول الجديد للضغط، هتلاقي ان الفلوريت هيزيد مع التقليل في طول الضغط. يعني مش مجرد اقلل الضغط وخلاص، لا لازم اقلل الضغط واضمن انه المخ نمبر عند خروج بواحد، عشان انا كده وصلت للماكسيمم فلوريت. طيب ده كده الحل بتاع مساله 2 2 ايه؟ مساله 2 بي هي نفس الجيفن بالظبط، هو نفس الفكر، نفس الدكت، نفس كل شيء، هو بس كل اللي عمله انه غير طول الدكت. كانت مساله 2 ايه طول الدكت كان 3 متر، هو راح في مساله 2 بي خلاه متر ونص، وبرده الفلور تشوك هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هنقلل طول الدكت مع الحفاظ انه اللي خارج تشوك فلو طالب الامضات الجديده، بحيث انه يقارن. يعني الهدف من المساله دي انه يفهمك انه لما قلل طول الدكت الناس تتغير ازاي. تمام، فانا عندي اوريدي حسبت الماتش فلوريت في المساله رقم 2 ايه، ولما تحسب الماتش فلوريت في مساله 2 بي هتقدر تستنتج انه مع الديكريز اللي بيحصل في الباك لينث وتحافظ ان الفلو تشوك بيدي لك فلوريت اعلى. الحاله بتاعت مساله 2 بي الفرق ان انت هتاخد طول الضغط الجديد ده هو بالنسبه لك الستار 2، وتجيب مخ 2 الجديده وتحسب بي 2 وتحسب تي 2، ومع طالما انت عندك بي وتي تحسب الام دوت، عايز تحسب ام دوت عند 2، عايز تروح تحسب الكونديشنز عند 3 وبعد كده تجيب الام دوت عندها، مش هتفرق ان كده كده في الاخر ام دوت 2 بتساوي ام دوت 3 يعني. تمام، ده كده مساله 2 اي ومساله 2 بي. تمام، نروح على مساله ثانيه، فكره ثانيه، نروح على مساله 7 نقراها مع بعض. بيقول لنا stream of air، stream of air
in an in in insulated tube. Insulated يعني اديابتيك، دي مهمه جدا. having cross section من الاريا بتاعت الدكت، ودي ثابته ان سكشن واحد من الدكت كان البريشر 0.7 كيلو باسكال. هنا بقى المره دي مدينا البريشر بشكل مختلف، بيقول ان البريشر 0.7 كيلو باسكال لكل سنتيمتر مربع، temperature 5 ديجري سلسيوس، والفلو فيلوسيتي 140 كيلو، الماس فيلوسيتي 140 كيلو جرام بير سكند متر سكوير. دي هنفهم معناها ايه، تمام. وبيقول لنا السبيس تو ويتش التيوب اكزوست سو لو ذات شوكينج كونديشن اكزيست. يبقى انا عندي الفلويد شوك بتاعي ايه، شوك، عايز ماخ نمبر وتمبرتشر وبريشر عند الاكزيت، توتال فورس ان ذا اكسيال دايركشن ويتش ماست بي اكزيرتد تو هولد ذا داكت بتوين سكشن واحد اند ذا اكزيت. نمشي مع بعض كده واحده واحده في المساله دي، مساله مهمه. ادي مساله 7، شوف بقى الايه الجيفن بتاعنا. اول حاجه احنا عملناها طالما هو قال لي انسيوليتد بالاضافه انه في فراكشن، فبقى ده ادياباتيك فلو، تمام. بيقول لي دلوقتي نقطه واحد مديني اريا واحد، ومديني البي بس لكل سنتيمتر مربع. فلو عايز تجيب البريشر على نقطه واحد اضرب في الاريا اللي هو مديها لك، تاخد بالك ان دي متر مربع وده بير سنتيمتر سكوير، فلما نضرب في بوينت 1 نضرب في 10 اس 4 عشان نظبط اليونتس، هدينا بي 1، والبي 1 ده 208 وايه 278 كلفن، انا حولتها من سيلسيوس لكلفن. طيب مدينا الفلو فيلوستي اللي هو قال عليه اللي هو ام دوت على الاريا 140 كيلو جرام بير سكند متر سكوير، نضربها في الاريا نجيب ام دوت على طول لداخل الدكت بتاعنا. طيب تكملة للجيفن انه قال انه الفلو تشوكت، وبالتالي يبقى مخ 2 بكام؟ مخ 2 بواحد. طيب المفروض المسألة ايه؟ مخ 2 اوريدي خلاص، معنى كلمة تشوكت فلو يبقى مخ 2 بواحد، عايز الكونديشنز عند نقطة 2. طيب دي ببساطة شديدة هنفكر اول حاجة نحسب، بس ايه؟ نحسب مخ واحد بكام. انا عندي معادله الماس فلو ريت، الام دوت بتاعتنا بتساوي دنسيتي في اريا في فيلوستي، الدنسيتي بي على ار تي، الاريا باي على 4 دي سكوير اللي هي كلها على بعضها 0.1 متر سكوير، فيلوستي مخ واحد جذر جاما ار تي. يبقى انا على طول عندي معادله في مجهول واحد يمين مخ واحد، قدرت احسب مخ واحد ومعايا الديامتر خليه دلوقتي معايا. طيب نيجي بعد كده نحسب التي نود. ليه حسبت التي نود؟ لانه التي نود ثابته على مسار الضغط بالكامل، تمام، ده انا دفن فلو. يبقى انا كده رحت حسبت تي نود واحد وهو هو نفسه تي نود اتنين، لو رحت المعادله ما بين التوتال والستاتيك فانكشن في ماخ نمبر وماخ نمبر بواحد يبقى جبت تي اتنين، نفس القصه بالظبط. معايا البي واحد على بي ستار، دي احد معادلات الفانو فلو، انسب البي واحد للبي ستار بدلاله الماخ واحد اجيب البي ستار اللي هو البي اتنين. يبقى انا كده جبت تي اتنين وبي اتنين زي ما هو مطلوب في المساله. مطلوب الطلب الجديد في المساله هو عايز الاكسيال فورس. طيب الاكسيال فورس دي جايبها منين؟ دي معادله اللينير مومنتم ايكويشن. هناخد كنترول فوليوم على الدكت، وعندي البريشر بيأثر في الاتجاه ده عند الدخول، والبريشر بيأثر عكس في الاتجاه عند الخروج، وادي اتجاه الدخول للفلو واتجاه الخروج من الكنترول فوليوم. اول سمشن الفورس اتجاه اكس بتساوي الماس فلو ريت في 2 ناقص في 1، في 2 وفي 1 الاثنين في البوزيتيف اكس دايركشن، وبالتالي فانا هسيب الاثنين بنفس الاشاره بتاعتهم مش هيتغيروا، الاشاره ثابته. الاكسيال فورس اللي انا محتاج احسبها اخد بالي من اتجاه البريشر، بي 1 عند الدخول اتجاه الاكس يبقى بوزيتيف، لكن بي 2 عند الخروج في اتجاه نيجاتيف الاكس وبالتالي يبقى نيجاتيف، يبقى ده الايه البريشر فورس بتاعي، ممكن يوديه الناحيه الثانيه وعكس الاشارات، وانا كده بالتالي عندي معادله في مجهول واحد هو مين؟ هو الاكسيال فورس بالنيوتن، اعوض تعويض مباشر جبت كده الاكسيال فورس اللي هو مطلوب مني في المساله. كده مساله رقم 7. خش على المساله اللي بعدها في الفانو. المساله اللي بعدها عندي مساله رقم 10. المساله دي برضه مساله مهمه. بيقول لنا air enters 4 سنتيمتر diameter insulated duct، اديني التوتال كونديشنز عند الدخول، الفيلوستي عند الدخول، الفريكشن فاكتور 0.025، عايز يعرف الماكسيموم duct length اللي هو الستار، لان اكبر لينث ممكن وصلنا للمخ نمبر واحد. فور ذيس كونديشنز عايز يعرف الفلو ريت والاكزيت كونديشنز. طيب if the duct length 50% of the maximum length، يبقى هو دلوقتي عايز يعرف اول حاجه ال ستار بكام، وبعد كده عايز يعرف الكونديشنز في حاله ان طول الدكت 50% من ال ستار، وبعد كده مطلوب سي عايز يعرف الفلو ريت والاكزيت كونديشنز لو طول الدكت 150% من الماكسيمم ال ستار. مساله مهمه جدا هنفكر فيها مع بعض. مساله رقم 10، تمام. خليني ابدا دي بالمطلوب الاولاني، مطلوب مباشر جدا، هو مدينا فيلوستي توتال كونديشنز عند الدخول، تمام. عندي تي نود واحد وعندي التي واحد، تي نود واحد معايا 2520 والتي واحد انا عايز احسبها،
المعادله دي فانكشن في مخ واحد، مخ واحد هي فيلوسيتي على تي، وانا عندي اوريدي الفيلوسيتي جيفن، يبقى انا جبت الستاتيك تمبتشر عند الدخول اللي هو تي واحد. طيب من الستاتيك تمبتشر اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الماخ نمبر، ده اللي انا محتاج احسبها. ليه احسب ماخ نمبر؟ عشان اروح لمعادلات بتاعه الفانو فلو اللي هو اف ال ستار واحد على الدايمتر، المعادله الكبيره اللي فانكشن في ماخ واحد. هنعوض تعويض مباشر عن الماخ واحد، هنجيب من هنا مين يا جماعه؟ هنجيب من هنا ال ستار واحد. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عايز احسب الفلو ريت والكونديشنز في حاله ان طول الدكت اقل من ال ستار واحد، يبقى ده الشكل بتاع الدكت، يبقى الدكت المره دي طوله اقل من ال ستار واحد ب 50%. طيب انا جبت ال ستار واحد، يبقى معايا طول الايه؟ طول الدكت. بس معنى ان طول الدكت اقل من ال ستار واحد معناها ان الاثنين لسه ما وصلتش للماك نمبر بواحد، زي ما اتفقنا دي الحاله الثانيه للسبسونيك انلت فلو. يبقى انا اقدر احسب ال ستار 2 هي ال ستار واحد الكبيره ناقص طول الدكت، يبقى انا كده جبت ال ستار 2. فببساطه شديده لو عايز احسب مخ 2 نروح للمعادله بتاعه اف ال ستار على دايمتر، بس بدل ما تكون فانكشن في مخ واحد لا نخليها هنا ال ستار 2 وهنا مخ 2. يبقى انا عندي ال ستار 2 قيمه معلومه، فريكشن فاكتور معروف، الدايمتر معروف، المجهول الوحيد عندي مخ 2. هتحلها بقى بالايه؟ بالترايل اند ايرور او بالشيفت سولف على الكالكوليتر. جبت مخ 2. طيب بعد ما اجيب مخ 2 ببساطه بقى انا عندي التوتال تمبرتشر ثابته دي ما ننساهاش على الدكت كله، يبقى تي نود 2 هي نفسها تي نود 1، واقسم الكلام ده على تي 2 يبقى بتساوي 1 زائد ناقص 1 على 2 مخ 2 سكوير، هجيب هنا تي 2. وبعد كده اروح لمعادلات بتاعه الفان فلو اللي هجيب منها بي نود ستار. طب انا ليه جبت بي نود ستار؟ لانه انا هجيب البي نود ستار وارجع انسبه للبي نود 2. يعني خلينا نبدا واحده واحده. اول حاجه بي نود 1 على بي نود ستار، دي معادله من معادلات الايه؟ الداتا شيت الخاصه بالفان فلو، معادله فانكشن في مخ واحد. طيب هيستنتج ان المعادله دي احسب البي نود ستار وهرجع اعيد كتابه المعادله، بس بدل ما كنت بنسبها لنقطه واحد هنسيبها المره دي لنقطه 2 في المخ 2. طب هستنتج ايه؟ هجيب من هنا بي نود 2. بعد ما جبت بي نود 2 ببساطه شديده سهل جدا اجيب البي 2، وسهل جدا نحسب الفلو ريت، ما فيهاش مشكله. البي 2 من معادلات التوتال بريشر للستاتيك بريشر فانكشن في مخ 2، واحنا اوريدي كنا حاسبين المخ 2 من الستار 2. هرجع اجيب الستاتيك بريشر والفلو ريت ببساطه دينستي في اريا اوف بلاستيك. يبقى ده مطلوب رقم بي. طيب جبنا مطلوب ايه؟ خلاص اللي انا هحسب الستار 1. مطلوب سي بقى قال حاجة، أنا عايز نفس الكونديشنز دي بس أنا زودت طول الدكت عن ال ستار 1، ودي الحالة الثالثة بالنسبة لي السبسونيك انلت فلو. قلنا ساعتها في الحالة دي بناخد طول الدكت هو ال ستار 1 الجديدة ونغير الانلت مخ نمبر مع تثبيت بعض الكونديشنز اللي هي الايه؟ التوتال كونديشن زي ما احنا متفقين في الشرح اللي في الأول. هنا كده أجي للحالة رقم سي، طالما طول الدكت زاد عن ال ستار 1 القديمه بقى طول الدكت هو ال ستار 1 الجديده، ومثبت التوتال انلت كونديشنز. وما ننساش انه معنى ان انا زود طول الدكت عن ال ستار 1 انا ستيل لسه محافظ انه المخ 2 لسه بواحد. طيب فاهم كده، حسبت مخ 1 الجديده، روح هنا للمعادله بتاعت البي نود 1 على البي 1 الجديده، هجيب بي 1 الجديده لان البي نود 1 ثابته، والبي نود 1 القديمه على تي 1 الجديده هجيب تي 1 الجديده، تي نود 1 مفيش بقى قديم وجديد، تي نود 1 وبي نود 1 ثابتين. انا احسب الايه؟ احسب الفلوريت الجديد بدلاله الدينستي الجديده وبدلاله المخ نمبر الجديد. طيب اتوقع انه الفلوريت هيكون اقل من الحاله اللي لو كانت اللي بتساوي ال ستار. بس طبعا احنا في المساله هنا ما ينفعش نقارن لانه مطلوب بي كان حاسب ام دوت في حاله ان الضغط اقل يعني ب 50% من ال ستار واحد، فهو اصلا مطلوب بي مش تشوك دي فلو، فمفيش انا مش هعرف اقارن الفلوريت دي بحاجه. لكن نظريا انه لو كان المساله فيها احد المطالب انه احسب لي الفلوريت لما كان طول الدكت بتساوي ال ستار واحد، هتلاقي ان الفلوريت اللي هيطلع هنا اعلى من الفلوريت اللي حسبته نتيجه زياده طول الدكت عن ال ستار واحد الجديد القديم. تمام، فدي بس ايه؟ ملاحظه مهمه. طيب في اس ديجرام في ثلاث احتمالات، في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه لو انت كنت وصلت للستار كانت من ده كده شكل تي اس ديجرام. طب الحاله الثانيه لو انت ما وصلتش للستار يبقى دي نقطه 2 اهي، لما كانت طول الدكت 50% من الستار. الحاله الثالثه هيبقى في كيرف جديد نتيجه ان طول الدكت زاد عن الستار واحد، بقت واحد الاولد اهي ودي واحد النيو، مع ثبات التوتال انلت كونديشنز في الحالتين. ده كده يعتبر اخر مساله واخر فكره في الجزء الخاص بالفانو فلو. تمام، نخش بعد كده على الجزء الثاني من الشيت. كده حلينا ثلاث مسائل مهمين جدا في فانو فلو، والشرح ده هيكون كافي جدا ان الناس تبقى فهمت الموضوع بشكل كويس. ونحاول نمشي ايدينا بقى في الايه؟ في الحل، ونمشي ايدينا برضه في معادلات الداتا شيت عشان ناخد على المعادلات بتاعت الداتا شيت ونشوف نستخدمها ازاي.
خش بقى على حاجه الفلو النوع الثاني اللي هو الايزوثيرمال فلو. ايه هو الايزوثيرمال فلو؟ الايزوثيرمال فلو ليه خصائص معينه، انه بنتعامل مع فلو الاستاتيك تمبتشر بتاعته هي اللي ثابته. ناخد بالنا بقى في فرق ما بين ان الاستاتيك تمبتشر تكون هي اللي ثابته، وفي فرق ما بين ان التوتال تمبتشر تكون هي اللي ثابته. في فانو فلو لما احنا كنا بنثبت التوتال تمبتشر كنا بنثبتها نتيجه ان البروسيس كانت ادياباتيك، يعني ما كانش فيه لا فقد ولا اكتساب للحراره. الايزوثيرمال فلو لا، هنا بيتعامل ان الاستاتيك تمبتشر هي اللي تكون ثابته، وبالتالي وارد جدا يكون في هيت ترانسفير ما بين الدكت وما بين السراوندنج عادي، بس اهم حاجه يحافظ على ان الاستاتيك تمبتشر تفضل ثابته. بالاضافه بقى ان كمان الاستاتيك تمبتشر تبقى ثابته، احد الخصائص للايزوثيرمال فلو انه البروسيس فيها فراكشن. طيب نشوف تاثير الفراكشن. زياده طول الدكت بيأكسلريت الفلو للسبسونيك، للسبسونيك فلو، واحنا الشغل كله في الايزوثيرمال هيكون سبسونيك بالمناسبه يعني. طيب خلينا نبدا واحده واحده. اول حاجه لازم نبقى احنا فاهمينها بشكل كويس انه الايزوثيرمال فلو ماكسيمم ماخ نمبر نقدر نوصل له مش واحد، قيمه اقل من واحد، وليها ايكويشن انه الماكسيمم ماخ نمبر واحد على جذر جاما. يبقى لازم ناخد بالنا ان عمرنا هنوصل لماك نمبر بواحد في الثيرمال فلو. عشان كده لما تيجي في الداتا شيت تبص هتلاقي المعادلات مكتوبه بدلاله حاجه اسمها ال ماكسيمم، مش مكتوبه بس بدلاله ال ستار، لان ال ستار دي متعارف عليها هي الكونديشنز اللي عند ماك نمبر بواحد. وبالتالي طالما ان الثيرمال فلو مش هيوصل لواحد، فكل الكونديشنز اللي عند ماكسيمم ماك نمبر هنديها سامبل او النوتيشن ماكسيمم. تمام. طب اللوكيشن ده او الماك نمبر ده كام؟ هي واحد على جذر جاما. طيب تعال نشوف المسافة من نقطة واحد لحد الماكسيمم ماك نمبر هي اسمها الماكسيمم واحد، والمسافة من نقطة اتنين لحد نقطة الماكسيمم ماك نمبر هنسميها الماكسيمم اتنين، والفرق هو طول الدكت. زي بالظبط الفانو لما كان الفرق ما بين ال ستار واحد وال ستار اتنين وطول الدكت، بس المرة دي الماكسيمم واحد والماكسيمم اتنين. طيب في عندي ثلاث احتمالات، ان يعني طول الدكت يكون اقل من الماكسيمم، في الحالة دي ان ماك اتنين لسه ما وصلش للماكسيمم ماك نمبر. الاحتمال الثاني ان طول الدكت يكون اوريدي بيساوي الماكسيمم واحد، يبقى ماك اتنين وصل للماكسيموم ماخ نمبر، وطبعا في الحاله دي يبقى وصلنا للماكسيموم فلو ريت بالنسبه للايه للدكت ده بتاعنا، وساعات بيسموه ان الفلو ده تشوك، يعني تشوك دي بقى ده كده الايه الماكسيموم فلو ريت اللي انت ممكن توصله في الدكت ده. طيب احتمال ثالث ومزود طول الدكت عن الماكسيموم واحد زي بالظبط الفانو، هيبقى طول الدكت الجديد هو بقى نسميه الماكسيموم واحد الجديده، ونجيب مخ واحد الجديده مع تثبيت المره دي مين بقى؟ تي واحد. في الفانو فلو كنا بنثبت التوتال انلت كونديشنز، لكن في الايزوثيرمال هنثبت الانلت ستاتيك تمبرتشر، لان انت بتتعامل مع فلو درجه الحراره الستاتيك بتاعته ثابته. دي نخليها في دماغك. طيب الثلاث احتمالات دول شكلهم ازاي على التي اس دايجرام؟ الثلاث احتمالات دول، خليني بس قبل ما نتكلم على الثلاث احتمالات ممكن نبص عليهم في المسائل، خليني نبص على البروسيس ماشيه ازاي في الدكت في حاله الكولينج وفي حاله الهيتنج. في حالتين البروسيس ماشيه من واحد لاثنين في اتجاه زياده الانتروبي نتيجه الفراكشن، يعني كده كده انت عندك انت ماشي في اتجاه زياده الانتروبي من واحد لاثنين ومن واحد لاثنين، مفيش مشكله. الفرق بس اللي بقى بيحصل ما بين الكولينج والهيتنج، ان الكولينج التي نود بتقل لكن الهيتنج التي نود بتزيد. طب يعني ايه بتقل وبتزيد؟ معنى ان التي نود تقل معناها ان السرعه بتقل، انه الفرق ما بين التوتال والاستاتيك بيقل، ومعنى ان التي نود تزيد ان السرعه بتزيد، يعني الايه الفرق ما بين التوتال تمبرتشر والاستاتيك تمبرتشر بيزيد. وبالتالي انا اقدر اقول انه الهيتنج ايه بيزود الايه السرعه بتاعتنا دي، ما ننساش القصه دي، يبقى الفلو بيأكسلريت والكولينج فلو بيديسلريت. ده الشكل التي اس دايجرام في حاله الايزوثيرمال فلو مع طبعا ثبات الستاتيك تمبرتشر دايما في الايه في الدكت. ده كده بريف على الايه الايزوثيرمال فلو. نبدا على طول حل بعض المسائل المهمه جدا قبل مساله 12 نفكر فيها مع بعض. بيقول لنا اير فلو ايزوثيرمالي عند تي 1 280 كلفن، مدينا طول البايب وقطر البايب. اسيوم فراكشن فاكتور، مدينا الفراكشن فاكتور. عايز الريت اوف هيت ترانسفير اذا بريشر بي 1 والبريشر بي 2 بكذا، يبقى مدينا الستاتيك بريشر عند 1 والستاتيك بريشر عند 2، عايز الهيت ترانسفير. طيب نرجع للايه؟ ادي الايه؟ ادي الجيفن، اديني الداكت لينس، الداكت دايمتر، الفراكشن فاكتور، طبعا الفلويد هواء ماشي ايزوثيرمال،
طيب مش قد الترمال على طول، ما ننساش، يبقى تي 1 بتساوي تي 2 على طول، يبقى هنا 280 هنا 280 على طول، مديني الستاتيك بريشر عند واحد ومديني الستاتيك بريشر عند اثنين. طيب طالب الهيت ترانسفير، الهيت ترانسفير نحسبها ازاي؟ ممكن تقول انه الكيو ام دوت سي بي دلتا تي، يعني دلتا تي دلتا تي نود، يعني لازم احسب تي نود واحد والتي نود ايه؟ اثنين. طيب عشان احسب تي نود واحد وتي نود اثنين، انت معاك التي واحد بس لا يمكن تحسب التوتال تمبرشر عند واحد، ولا تعرف تحسب التوتال تمبرشر عند اثنين من غير ما تحسب ماخ نمبر عند واحد وماخ نمبر عند اثنين. طيب تعالوا بقى ايه، نروح للداتا شيت بتاعه الفانو ونشوف المعادلات بتاعه الديترمنت سوري، ونشوف الايه المعادلات اللي نستخدمها ازاي. طيب عندي اول معادله فريكشن فاكتور في الماكسيمم داكت لينث على الدايمتر فانكشن في ماخ نمبر، شبه ال ستار بالظبط. طيب بص بقى عندنا هنا ايه بقى، هتلاقي في بي 1 على بي برايم شرطه فوق كده، وفي 1 على في برايم، وبي 1 على بي 2 وهكذا. ايه البرايم ده؟ البرايم دي هي النوتيشن او الرمز بقى للكونديشنز عند الماكسيمم ماخ نمبر. يبقى انا عندي لما بوصل للماكسيمم ماخ نمبر، بدل ما انا كنت في الفانو فلو بقول ان انا لما بوصل لماخ نمبر بواحد الكونديشنز بالستار، لا هنا بقى لو ديتيرمن اللوكيشن اللي عنده الماكسيمم ماخ نمبر هنسميه برايم. يبقى ده بي برايم ده اللوكيشن اللي عنده، او ده البريشر اللي عند الماكسيمم ماخ نمبر، وفي برايم ده هو الفيلوسيتي اللي عند الماكسيمم ماخ نمبر. يبقى ناخد بالنا بس من ايه المعادلات دي، وهنا ده البريشر ريشيو بين اي نقطتين في الدكت، هي مقلوب الريشيو بين الماخ نمبر في الدكت. بس ناخد بالنا ايه من المعادلات بتاعه الاديتيرمال فلو. طيب نروح نكمل الايه المساله بتاعتنا. طيب فنرجع هنا، يبقى انا كده عندي خلاص، وعندي طول الدكت وعندي الفريكشن فاكتور، وزي ما اتفقنا عايزين نجيب بس الماخ نمبر. اول حاجه هقول انا عندي الطول بتاع الدكت 45 متر، طول الدكت ده هو الفرق بين الماكسيموم 1 والماكسيموم 2، فممكن اقول انه الاف ال ماكسيموم 1 على الدايمتر ناقص اف ال ماكسيموم 2 على الدايمتر، المعادله دي هتلاقيها معادله كبيره جدا فانكشن في ماخ 1 ناقص معادله كبيره جدا فانكشن في ماخ 2، بس دي كده معادله في مجهولين هم الماخ 1 والماخ 2، لان انا اوريدي عندي الفرق ما بين ال ماكسيموم 1 وال ماكسيموم 2 اللي هو 45 متر. طيب معادله دي فانكشن فيها مجهولين، معادله في مجهولين، انهي مجهولين؟ مجهول الاولاني ماخ 1 والمجهول الثاني ماخ 2. محتاجين معادله تربط ما بين الماخ 1 وماخ 2 عشان ازود عدد المعادلات، بحيث نخلي عدد المعادلات بتاع عدد مجهول. هيظهر معانا المعادله دي من الداتا شيت هي الريشيو ما بين البي 1 والبي 2 بتساوي ماخ 2 على ماخ 1، دي ما ايه من الداتا شيت، وبالتالي المعادله دي هتوصلنا للريشيو ما بين الماخ 2 على ماخ 1 هي الايه 6 على 2.4 اللي هو الريشيو ما بين التو بريشرز، وبالتالي بقى عندي معادلتين في مجهولين هنحلهم مع بعض سواء بالاتريشنز. واعتقد هي الاتريشنز اللي هتتحل، نعمل زي جدول بسيط، نفترض مثلا ماخ 1 برقم ونعوض في المعادله رقم 1 نحسب ماخ 2، والمعادله 2 نحسب ماخ 1، ونعمل اتريشنز لحد لما نجيب القيم اللي بتاعت ماخ 1 وماخ 2. بعد كده المساله اتحلت بقى عندي الماخ هنا والماخ هنا. ببساطه شديده لو عايز اجيب التي نود 1 والتي نود 2 بقوا سهلين، لان انا عندي تي 1 والمخ 1 وعندي تي 2 والمخ 2، جبنا التوتال تمبرشر. بالاضافه كمان انا عايز احسب الفلوريت عشان اجيب بقى الهيت ترانسفير بالوات، الام دوت دنسي في اريا فلوستي، الدنسي معايا كل حاجه، الاريا معايا كل حاجه، الفلوستي ماخ كذا جمر تي كله موجود، جبت الفلوريت زي ما احنا متفقين اجيب التوتال كونديشنز، هنعوض تعويض مباشر في معادله الهيت ترانسفير، هجيب الهيت ترانسفير بالوات. طبعا في حاله انه تي نود 1 اكبر من تي نود 2 يبقى كولينج بروسس، في حاله تي نود 1 اقل من تي نود 2 هتبقى البروسس هيتنج بروسس. ده كده مسائل الايه؟ مساله اول مساله في الايزوثيرمال. طيب نحل المساله اللي بعدها، مساله برضو مهمه، مساله 15. مسألة 15 بيقول لنا إيه بقى؟ بيقول لنا دلوقتي عندنا how air enters a pipe 1.5 سنتيمتر diameter 1.5 meter length. يبقى أنا عندي خلاص أنا عندي الفلويد متحدد، ده مهم جدا زي ما اتفقنا، عندي الدايمتر عندي لينث، يديني الانلت ستاتيك بريشر 225 كيلو باسكال، والستاتيك تمبرتشر اللي داخله برضه مديها لنا 310 كلفن، والفراكشن فاكتور مديها لنا، الستاتيك بريشر عند الخروج estimate if the flow is choked or not. Choked or not دي بقى لازم تشيك الماس نمبر عند الفوق، تمام؟ And find the maximum and find the mass flow rate for the two cases isothermal flow adiabatic flow. يبقى انا طبعا الادياباتيك فلو مش تفرق كتير عن الفانو، لكن انا هحل الايزوثيرمال فلو، تمام؟
طيب يبقى نشوف المسألة دي تتحل ازاي بالاديشيرمر فلو. اديشيرمر فلو معناها انه التي واحد بتساوي تي اتنين، يبقى لازم تي واحد 310 وتي اتنين 310. طيب مديني الدايمتر ومديني اللينس، عشان اعرف الفلو بتاعنا اتشوكت ولا مش اتشوكت محتاجين نعرف الماخ نمبر اتنين وعلاقتها ايه بالماكسيمم ماخ نمبر. لو جيت دورت على ماخ اتنين وطلعت هي الماكسيمم ماخ نمبر يبقى انا الفلو بتاعي اتشوكت، لو ماخ اتنين ما طلعتش هي الماكسيمم ماخ نمبر يبقى الفلو بتاعي انا اتشوكت. هنعمل القصه دي ازاي؟ نفس الفكره بتاعت المسائل اللي فاتت، معادله الاف في الدلتا ال على الدايمتر، معادله فانكشن في ماخ واحد وماخ اتنين، والبريشر ريشيو اللي هيديني علاقه بين ماخ اتنين وماخ واحد، احل معادلتين مع بعض اجيب ماخ واحد وماخ اتنين، وتشيك قيمه الماخ اتنين مقارنه بالماكسيمم ماخ نمبر اللي هي واحد على جذر جامع، واشوف انا اتشوكت ولا انا اتشوكت. وبعد كده طبعا لو انا عايز اجيب الفلو ريت الموضوع سهل، يبقى انا كده بحسابي الماك نمبر، هتشيك الماك نمبر بتاعي انهي قيمه من دول، وبعد كده اجيب الفلو ريت تعويض مباشر بيه على ار تي في الاريا في الفلاستي، ودي سهله ما فيهاش مشكله. فكره المساله انه اتشيك دايما مع الماكسيمم ماك نمبر القيمه بتاعتي عامله ازاي. طيب كده مساله 15، تعالوا بقى مع بعض نشوف مساله 17. مساله 17 برضو مساله فيها فكره كويسه. ادينا for the air flow in problem 15 find the mass flow rate with exit conditions if the duct length is 50% longer than the maximum possible length for both cases. طبعا ايدوثيرمال واديباتيك، اديباتيك يبقى فانو، انا هشتغل على ايدوثيرمال بس هنا قال الحاله الثالثه انه طول الدكت يبقى اطول من ال maximum، وهي دي اللي احنا عايزين نشوف هنعمل ايه بالظبط فيها. طيب نرجع هنا، اول حاجه الماكسيمم من المساله 15 هتتحسب ببساطه انه الفراكشن فاكتور الماكسيمم على دايمتر فانكشن في ماخ واحد من المساله 15، خد الحاجات دي من المساله 15، احسب بس من هنا ال ماكسيمم كانت بكام، وبعد ما احسب ال ماكسيمم اضربها في 1.5 لان ال الجديده زادت 50%، فاضرب في 1.5 عشان اجيب اللينس الجديد، واخد قيمه اللينس الجديد يبقى اسميه ال ماكسيمم نيو، واروح لمعادلات الفانو فلو اقول ان الفراكشن فاكتور في ال ماكسيمم 1 نيو على دايمتر معادله فانكشن في ماخ 1 نيو عند ال ماكسيمم الجديده الفراكشن فاكتور زي ما هي وده زي ما هو، هتجيب ماخ واحد الجديد تمام. وطالما انا زودت طول الدكت عن ال ماكسيمم يبقى ستيل الماخ نمبر 2 وصلت للايه للماكسيمم ماخ نمبر اللي هي كام، واحد على جذر جام تمام. يبقى دي كده الفلو بتاعنا اتشوكت، يبقى انا كده بقى معايا الماخ واحد ومعايا الماخ 2، عايز احسب بي 2 وتي 2 لسه هنشوف، بس ايه الكونديشنز اللي هنثبتها من المساله الاولانيه تمام. لازم اخد بالي ان انا شغال ايزوثيرمال فانا بثبت الستاتيك تمبرتشر باستمرار، يعني تغير طول الدكت زودت طول الدكت اثرت طول الدكت الستاتيك تمبرتشر ما اتغيرتش، يبقى انا دلوقتي اثبت الستاتيك تمبرتشر من مساله 15 او القديمه هي الجديده، والبي واحد اثبتها، يبقى انا كده بثبت الستاتيك كونديشنز تمام. طيب انا كده اروح اجيب انا عندي بقى ادي البي واحد على البي برايم، واحد على المخ واحد الجديدة، أجيب البي 2 الجديد والتي 2 بتساوي تي 1 زي ما هي، وأقدر أجيب الإمضات بي على أر تي في الإيه في الأريا في المخ الجديدة في جذر جاما أر تي. التغير اللي حصل في المخ هو ده اللي هيغير قيمة الإيه قيمة الإمضات. طيب كده مسألة 17، يبقى إحنا كده دي في آخر فكرة هنشرحها في الجزء الخاص بالأيزوثيرمال فلو. طيب كده إحنا باختصار إحنا شرحنا الفانو، شرحنا الايزوثيرمال، الفانو هو اديباتيك بالاضافه ان في فراكشن، الايزوثيرمال درجه الحراره اللي ستاتيك ثابته بالاضافه انه في فراكشن. طيب اخر نوع هنتكلم فيه في الشيت هو اسمه الريلي فلو، والريلي فلو ده الخصائص بتاعته ان هو فراكشنلس بالاضافه انه فيه ترانسفير، وده شكل البروسيس على التي اس ديجرام، ده بنسميه الريلي فلو لاين، ده اللاين بتاع الفلو ده، يبقى برضه ستار اهي دي اللوكيشن عندها الفلو ريت. هنا بقى في الريلي فلو ممكن نوصل لماخ نمبر بواحد زي الفانو، يعني الفانو احنا بنوصل لماخ نمبر بواحد عادي، الريلي فلو بنوصل لماخ نمبر بواحد، الايزوثيرمال فلو لا يمكن نوصل للماخ نمبر بواحد. الحاجات دي برضه مهمه احنا بنقارن الحاجات دي مع بعضها. طيب بس في حاجه غريبه شويه في الريلي فلو، ان الماكسيمم ستاتيك تمبرتشر في لوكيشن ما عند الماخ نمبر واحد على جذر جاما، ناخد بالنا بقى، يعني الفانو اللاين بتاع الفانو كان عامل كده، كان عامل بالشكل ده كده، كان طول ما انا ايه ساب سونيك دي درجه الحراره الاعلى وبنزل لحد بوصل للستار، يبقى هي دي الايه اللوكيشن اللي عنده ماخ نمبر واحد، ده كان الدي اس دايجرام بتاع مين؟ بتاع فانو، الكلام ده كان بتاع فانو فلو.
لكن ريلي فلو مختلف في الحته دي، انه لا اللوكيشن عنده ماكسيمم ماك نمبر هو اللي عنده، سوري اللوكيشن اللي عنده ماكسيمم تمبرتشر هو اللوكيشن اللي عنده الماك نمبر بواحد على جذر ايه؟ واحد على جذر جاما. طيب ده بس ايه شرح بسيط للتي اس دايجرام. نبدا واحده واحده بقى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للسب سونيك او بالنسبه للسوبر سونيك. هبدا بالسب سونيك الاول. انا عندي الدكت بتاعي من 1 2 هنا بقى، طالما الدكت فريكشن ليس مش هتلاقي ان اللينس بتاع الدكت ليه فاكتور او داخل معانا في اي حاجه خالص في الحسابات بتاعتنا، حتى جميع المعادلات الخاصه بالريلي فلو مش هنلاقي طول الدكت موجود فيها خالص، لان مفيش فريكشن وبالتالي طول الدكت مش بيأثر في حاجه. لكن ايه اللي هيأثر معانا؟ اللي هيأثر معانا نتيجه وجود هيت ترانسفير هو معدل انتقال الحراره اللي داخل الايه؟ اللي داخل او اللي خارج من الدكت. هو ده اللي هيأثر معانا في البروسيس هتمشي ازاي. طب نمشي واحده واحده. لو حصل هيتنج، لو حصل هيتنج، لو الهيتنج اللي انا عملته للدكت بالنسبه للسبسونيك فلو اقل من الكيو ستار، ايه هي الكيو ستار؟ الكيو ستار هي كميه الحراره اللي احنا محتاجين نضيفها للفلو عشان نوصله لحد الايه الستار كونديشنز، لحد الماك نمبر بواحد. يبقى انا لو ضفت حراره اقل من الكيو ستار يبقى انا الماك نمبر اللي خارج اقل من واحد. لو انت ضفت حراره قد الكيو ستار يبقى الماك نمبر اللي خارج خارج بواحد، وفي الحاله دي الفلو بتاعنا بيبقى تشوب. طب افرض بقى ضفت كيو اعلى من كيو ستار، هتبقى في نفس الفكره بتاعت الفانو لما كنا طول ده بنزوده عن ال ستار. كنا ساعتها بنقول انه الكيو اللي انت زودتها دي هتسميها كيو ستار الايه؟ الجديده. ومنها طبعا مع تثبيت بقى هنا مرة دي تي نود واحد اولد، هنثبت تي نود الجديده من كيو ستار الجديده دي، هتقوم حاسب حاجه اسمها تي نود ستار الجديده، ومن تي نود ستار الجديده هتروح تحسب مخ واحد الجديده. تمام، هنشوف القصه دي في الايه في مساله. زي برضو فانو هنلاقي ان الكيرف اختلف، الكيرف كان موجود بالشكل ده، الكيرف هيبقى فيه دوتة كيرف تاني موازي ليه، هيحصل فيه تغير في الايه الكيرف بتاعنا بالكامل. طيب يبقى ده كده ثلاث احتمالات للايه للسبسونيك. طب في احتمال للسوبر سونيك برضه نفس القصه، في ثلاث احتمالات، لو الكيو قلب الكيو ستار يبقى ستيل سوبر سونيك. يبقى انت عندك نقطه واحده اهي، حصل هيتنج بتمشي في اتجاه ذات الانتروبي، وصلت للستار ولا لا على حسب انت زودت هيت قد ايه. لو انت الهيت اللي زودتها اقل من الستار، لا انت لسه ما وصلتش لمخ نمبر واحد. لو الهيت اللي زودتها هي هي يبقى انت وصلت لمخ نمبر واحد. لو الهيت اللي زودتها اعلى هيحصل نورمال شوك ويف، فتبقى هي دي البروسس، هتمشي الفلو من واحد لحد بالظبط قبل التشوك ويف، هيحصل تشوك ويف لحد نقطه دي، وبعد كده تكمل لحد الستار. طبعا من نقطه A قبل التشوك ويف، نقطه B بعد التشوك ويف، طبعا هيحصل تغير في الانتروبي. نتيجه هنا ايه؟ نتيجه هنا النورمال تشوك ويف. في الحالتين بقى سواء سب سونيك او سوبر سونيك، الكولينج بيبعدك تماما عن الستار، يعني كل ما بتبرد الفلو بيبعد عن الستار. نفس الكلام برضو هنا، كل ما بنبرد الفلو بيبعد عن الستار. يعني مثلا السب سونيك لما بنبرد الفلو، الفلو يتباطأ يبقى يديسلريت يبعد عن الستار. لما في السوبر سونيك الكولينج معنى ان انت تبعد عن الستار، معناه ان الفلو ريت الفيلوسيتي تزيد، معناه ان الفيلوسيتي تزيد يعني الماخ نمبر تزيد، يعني الفلو بيأكسلريت. هناخد بالنا بس من اتجاهات الهيتنج والكولينج على ال تي اس دايجرام. يبقى ده كده شرح بسيط للريلي فلو. نشوف بعد كده الايه المسائل، نحل مسائل، نحل بعض الامثله تدينا افكار مختلفه. هبدا المساله رقم 27. مساله 27 اهي مدينا ايه بقى، نركز المساله مع بعض. هو بيقول لنا ميكستشر O2 H2 مدينا الجاما 1.3 enters a constant area duct compression chamber، داخلين الدكت بفلوستي كذا وببريشر كذا وبتمبرشر كذا. Actual mass flow rate of oxygen 320 kg per second، وإن كمية الأكسجين دي to burn unknown quantity of hydrogen، بس هتحرق كمية غير معلومة من الهيدروجين. All hydrogen is consumed completely while O2 supplied for compression is 4 times the required theoretical value. بل flow rate 320 kg per second دي أربع أضعاف theoretical value. Neglecting the dissociational fraction and the duct find أول حاجة الـ m dot H2 بكام، total gas flow rate كام، اثبت ان الار بتاعت الجاز 314.9 جول لكل كيلوجرام. عايز يعرف الدكت دايمتر والماخ نمبر عند الدخول that corresponds to the inlet conditions، وعايز يعرف لو الهيت ادشن للدكت نتيجه الكومبشن 1036 كيلو جول لكل كيلوجرام، عايز يعرف الاكزيت كونديشنز بكام. واخر حاجه خالص عايز اعرفها، عايز اعرف التوتال هيت ادشن which would have caused sonic exit flow conditions، يعني عايز اعرف الكيو ستار. نشوف الحل. اول حاجه انا هنا حطيت الايه الانلت ستاتيك كونديشنز بي 1 تي 1 وفي 1 زي ما هم هنا جيفن،
وبيقول لنا انه الام دوت اوكسجين اللي هي داخله جوه الدكت دي 4 ضعف ثيوريتيكال، وبالتالي ثيوريتيكال لما جيت حسبت على طول طلعت ايه 80 كيلو جرام بير سكند. ونشوف احنا بقى ما عندنا كميه هيدروجين قد ايه بتتحرق. هو قال في بدايه المساله انه كل الهيدروجين كونسيوم. طيب نكتب معادله الايه الكومباشن اكويشن ثيوريتيكال، يعني الاتش 2 زائد نص او 2 اتش 2 او، يعني 2 كيلو جرام بير سكند محتاجه 16 كيلو جرام بير سكند تو بي كومبليتلي for complete combustion توصلك لحد 18 كيلوغرام بير سكند. طيب الحقيقه ان انت عندك الهيدروجين لو انا ضربت الرقم ده في 5، طب اشمعنى في 5؟ عشان الثيوريتيكال فاليو للاكسجين اللي تحرق الهيدروجين ده 80 كيلوغرام بير سكند، يبقى لو ضربت في 5 يبقى 80 كيلوغرام بير سكند يحرقوا 10 كيلوغرام بير سكند. طب هل انت مدخل 80؟ لا، انت مدخل 320، بس ده مش معناه ان انت تزود الفيول. هو قال لك ان الفيول هيتحرق بشكل كامل والاكسجين هو اللي هيطلع، يبقى الفيول هيفضل زي ما هو 10 كيلو جرام بير سكند، وهو ده قيمه الاتش الام دوت اتش 2، يبقى هو ده ال 10 كيلو جرام بير سكند اللي هو كام؟ 5 بالمولر بيكسس، تبقى 5 اتش 2. لو انت جمعت ال 80 كيلو جرام بير سكند ده اللي هو 2.5 او 2 هيدي لك 5 اتش 2 او، بس فعليا اللي داخل من الاكسجين مش 80، اللي داخل من الاكسجين 320. 320 دي لو جيت حولتها مولر بيكسس تبقى 10 او 2. طب ال 10 O2 دي جزء منها هيحرق الهيدروجين اللي هو ال 2.5، والباقي اللي هو ال 7.5 هيطلع زي ما هو اكسس اير، هيطلع زي ما هو. طيب يبقى ده كده معادله الحريق الايه النهائيه، والايه دي اللي احنا هنشتغل عليها عشان نحسب الار جاز. نفس اللي احنا حليناه قبل كده في الشيت الاولاني، كان برضو في مساله بنفس المفهوم ده ونفس المطلوب، عايز اعرف الار جازس للايه للاكزوست اللي خارج من الكومبشن. هنبص نلاقي ان الار جاز معادله بتاعتها سيجما الاكس ار، والاكس دي هي الماس فراكشن بتاعت H2O في RH2O زائد الماس فراكشن بتاعت الاكسجين في الار بتاعت الاكسجين. نعوض طبعا تعويض مباشر في الحاجات دي كلها، هنجيب الار جاز زي ما هو مطلوب، وده كان الجزء المطلوب بي. مطلوب سي محتاجين نعرف الديامتر والمخ واحد. طيب المخ واحد دي سهله لان انا عندي فيلوسيتي وعندي تمبرتشر جيفن في المساله، فاقدر احسب مخ واحد. عشان احسب الديامتر دي نفكر في الماس فلوريت على طول. طب الماس فلوريت بقى بتاعت الجازس، انا كان عندي الهيدروجين ماشي ب 10 كيلو جرام بير سكند والاكسجين 320 كيلو جرام بير سكند، يبقى التوتال 330، يبقى الام دوت جازس انستي في اريا في فلوستي. طيب الفلوستي اللي داخل بيها 75 متر بير سكند جيفن، البي 1 جيفن، الدي 1 جيفن. ما تنساش ان الار مش هواء، ار جاز اللي انت لسه حاسبها، انت لسه ايه حاسبها واثبتها. طيب يبقى المجهول الوحيد في المعادله دي هو الدامتر، يبقى انا كده ايه جبت المجهول او المطلوب اللي احنا محتاجينه. طيب بي بيقول لك انه لو الكيو اللي اتضافت 1036 كيلو جول كل كيلو جرام، احسب لي في 2 وفي 2 وفي 2، محتاج اعرف قيمه الكيو دي علاقتها ايه بالكيو ستار. يبقى انا احسب الكيو ستار الاول. عشان نحسب الكيو ستار نرجع لمعادلات الداتا شيت، نبص بقى مع بعض على معادلات الداتا شيت الخاصه بفانو فلو البريلي فلو. الريلي فلو هنا بقى مفيش لينث خالص، هنبص نلاقي هي تي نود على تي نود ستار، يعني تي نود في اي مكان المخ نمبر بتاعه نسيبه للتي نود ايه للتي نود ستار. تمام، يعني انا اقدر استخدم هذه المعادله عشان احسب التي نود ستار في المساله بتاعتي. يبقى انا كده عندي تي نود واحد عند الدكت، تمام، ان بتاع الدكت على تي نود ستار فانكشن في مخ واحد. مخ واحد احنا حسبناه اوريدي، ولو عايزين نجيب التي نود واحد ما احنا معانا العلاقه بتاعه التوتال والستاتيك تمبرشر ومعانا المخ واحد، فاجيب اقدر اجيب التي نود واحد بسهوله ما فيهاش مشكله. اقعد بقى في معادله جبت التي نود ستار، من التي نود ستار اجيب الكيو ستار بالكيلو جول لكل كيلو جرام، واقارن بقى الكيو ستار اللي انا حسبتها دي مع القيمه اللي هو مديهاني واشوف انا اقل ولا بيساوي ولا ايه الظروف بالظبط. لو طبعا قيمه الكيو اقل من الكيو ستار فانت لسه اقل من المخ نمبر واحد، لو قيمه الكيو بتساوي يبقى انت بتساوي ايه المخ نمبر بتساوي واحد. فخد ناخد قيمة الكيو دي بقى ونحسب ال سي بي تي نود 2 ناقص تي نود 1. أنا عندي تي نود 1 أنا حسبتها، من هنا هحسب تي نود 2، وبعد ما حسبت تي نود 2 أقدر أقول إن تي نود 2 على تي نود ستار المعادلة برضو بتاعة الريلي فلو، المعادلة رقم 1 أول معادلة في داتا شيت خالص، دايما بقى هننسب للتي نود ستار، بقول تي نود 2 على تي نود ستار فانكشن في المخ 2، هنحسب الإيه مخ 2 ومعادلات التي نود والتي، هجيب التي 2 والفي 2 سهلة برضو. ولو عايز احسب البي 2 يا اما احسبها من الفلوريد يا اما بقى نقعد نجيب التوتال بريشر عند 2، ومن التوتال بريشر والمخ نجيب البي 2، بس انا حسبتها على طول بالفلوريد اسرع يعني. طيب دي كده مساله 27. مساله 28 هي نفس الداتا بتاع 27 بالظبط، مفيش اختلاف، هو بس كل المطلوب في المساله انه انا عايز اعرف التمبرتشر على نقطه A والتمبرتشر على نقطه B. هو راسم الفانو لاين
وقال لنا عايز اعرف التمبتشر هنا والتم الريلي لاين، وعايز اعرف التمبتشر عند بي والتمبتشر عند ايه. مهم جدا يبقى احنا عارفين ان التمبتشر عند بي هو ده الماكسيمم ستاتيك تمبتشر اللي عندها الماخ نمبر بكام؟ بواحد على جذر الجاما. فدي بس نقطه مهمه. ونقطه ايه بالنسبه لي؟ هي الستار، يعني اللوكيشن اللي عنده الماخ نمبر بكام؟ بواحد. طيب يبقى تي نود ستار اللي هي تي نود ايه دي ما فيهاش مشكله. لو عايز اجيب التي ستار اللي هي تي ايه، اقول تي نود ستار تي ستار فانكشن في الماخ نمبر اللي هي بواحد، يبقى جبت التي ستار، والتي ستار هي نفسها تي ايه. طيب عايز اعرف الماكسيمم تمبرتشر، لازم ابقى عارف ان الماكسيمم ستاتيك تمبرتشر اللوكيشن ده او عنده الماخ نمبر بواحد على جذر جاما. دي مهمه جدا اعرفها. اقدر اقول انه التمبرتشر عند بي لو انا سبتها للتي ستار احد معادلات الداتا شيل ريلي فلو، يبقى فانكشن في الماخ نمبر، انا معايا الماخ نمبر معايا تي ستار التمبرتشر. عايز اجيب البريشر برضه سهله، اقول البي واحد على البي ستار فانكشن في الايه في الماخ واحد، اجيب البي ستار. ولو عايز اجيب في ستار معادله تعويض مباشر، بس هي الهدف من الايه المساله ان انا ابقى عارف اللوكيشن اللي عنده الماكسيمم ماك نمبر الماكسيمم تمبرتشر فين واحسبه ازاي. لكن طبعا الريلي فلو والفانو فلو الماكسيمم ماك نمبر بواحد، والايدل ثيرمال فلو الماكسيمم ماك نمبر بواحد على جذر جاما. طيب اخر مساله نحلها في الريلي فلو، مساله رقم 29. مساله 29 مدينا نفس الداتا بتاعت 28 و27، بس بيقول ان الهيت 50% مور ذان التوتال هيت ادشن الكيو ماكسيمم ويتش وود هاف كوزد سونيك. يبقى ده الحاله الثالثه للسبسونيك فلو. عايز يعرف الانلت بريشر. اه فرضا انه الانلت بريشر والاستاجنيشن تمبرتشر ار فيكسد، يعني البي واحد القديمه هي نفسها بي واحد جديد، والتي نود واحد القديمه هي نفسها تي نود واحد جديد. عايز يعرف الفلو ريت الجديد كام والاكزيت كونديشنز كام والكلام ده كله. طيب شوف الايه المساله دي، مساله 29. يبقى انا كده عندي الكيو دلوقتي زياده 50% عن الكيو الستار القديمه، يعني واحد ونص كيو ستار اولد. كيو ستار اولد اللي هي كانت سي بي تي نود ستار القديمه ناقص تي نود تي نود واحد، ودي جبناها من المسائل اللي قبل كده. طبعا مع فرضيه ان احنا مثبتين الانلت ستاتيك بريشر والانلت توتال تمبرتشر از بير اسامبشن. طيب عايزين نحسب الايه التي واحد والماخ واحد الجديد، نحسبها ازاي؟ طالما الكيو اكبر ناخد الكيو الجديده هي دي كيو ستار، ومنها نحسب التي نود ستار. هنقول ان كيو ستار الجديده قيمه انا عارفها بتساوي، عرفتها منين؟ ان هي واحد ونص كيو ستار ايه ستار اولد. يبقى الكيو ستار الجديده بتساوي تي نود ستار الجديده ناقص تي نود واحد القديمه، لان القديمه والجديده حاجه واحده كتي نود انلت. التي نود ستار هنروح للمعادله بتاعت الداتا شيت، ان التي نود واحد على تي نود ستار فانكشن في مخ واحد. طب التي نود واحد من هي القديمه، تي نود ستار انا لسه حاسبها معادله في مجهول، هنجيب مخ واحد الجديده، ومنها لو عايز بقى نجيب التي واحد الجديده سهله، لو عايز نجيب التي اتنين الجديده برضه سهل، لان طالما زياده الكيو زادت عن الكيو ستار يبقى اللي خارج برضه خارج بمخ نمبر بواحد. يبقى هاخد الايه اقول التي نوت ستار الجديده على تي 2، وانا حاسب اوريدي التي نوت ستار الجديده من المعادله بتاعت الكيو. اقدر اجيب التي 2 والبي 2 ببساطه شديده، ونفس القصه برضه البي على البي ستار هي البي ستار، والبي ستار هي نفسها البي 2، واحسب الفلوريد زي ما انا عايز. وده كده شكل الايه شكل التي اس دايجرام مع اللي حصل في الكيرف نتيجة ان الكيو ادد للسيستم اعلى من كيو ستار. كده احنا خلصنا تقريبا كل الافكار الرئيسية في الثلاث انواع من الفلوهات، من الفانو فلو الثيرمال فلو والريلي فلو. مهم جدا نبقى عارفين نفرق ما بين انواع الفلوهات دي في المسائل، نقرا المسألة بشكل كويس، ونمرن ايدينا على مسائل بشكل كبير وعلى طرق الحل والداتا شيت عشان ناخد على المعادلات اللي موجوده ونعرف نستخدمها بشكل سلس. وبرده في نفس الوقت ان احنا نبقى عندنا يعني رؤيه واضحه للفروق ما بين الفلوهات في بالجيفن بتاع المساله. يعني الشيت هو مقسم الشيت ثلاث اجزاء، فانو ادو سيرمال ريلي، لكن الامتحانات اكيد مش هتيجي بنفس الطريقه، مش بتقسم الامتحان يعني بالفلو. لا، قرايتك للمساله فهمك للبروسس هو اللي هيوصلك لان انت تستنتج نوع الفلو اللي انت هتتعامل معه. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، واتمنى يكون الفيديو كويس والناس يعني فاهمه بشكل كويس. واي حد عنده اسئله ممكن يضيفها ككومنتس في اليوتيوب، حتى بعد كده انا اتواصل بعد كده اشوف يعني ممكن ابقى احط رقمي على الواتساب برضه يبقى اسهل يعني. وبالتوفيق ان شاء الله يا جماعه، اشوفكم.